لا ممكن أبدأ وأنا ما معيش تمويل، لأن الشركات الناشئة على مدار رحلة حياتها، أو خلينا نقول الستارت اب لايف سايكل، في كل مرحلة بيعدي بيها هي ليها التمويل المناسب ليها، ويمكن هنتطرق لها على مدار الحلقة إن شاء الله. لكن هي الموضوع كله في نقطة الفكرة، الفكرة اللي أنت دي مين عايزها؟ يعني أنا ينفع مثلا خلينا نقول بالبلدي كده، حد جاي لي عنده صداع، ينفع اديله دواء قلب او اديله دواء بطنه؟ لا اكيد لا. بالظبط. فهي الحل بتاعك الفكره دي مين عايزها، مين مستعد ان هو يكون بيدفع فيها فلوس، ولما يشتريها منك هتلبي له ايه؟ يعني المفروض اشوف احتياج السوق اللي حواليا ايه، وهي من هنا تبتدي الفكره بتاعت المشروع. بالظبط. وده اللي بيندرج تحت مسمى رياده الاعمال، او تحت مظله رياده الاعمال. اما بقى نقطه التمويل فهي قدام شويه، يعني مثلا وانت جوست فكره بنبتدي نتبع اسلوب اسمه البوت ستراب. البوت ستراب هو التمويل الشخصي، انا ببتدي امول مشروعي في البدايات بس علشان اختبر جدوى الفكره دي من جيبي او من خلال الاصدقاء، من خلال العائله، مع عمليه تقليل التكاليف. دي المرحله الاولانيه. طب ليه يعني اغلب المشروعات البدائيه بيتوهوا ان انا مش لاقي الفكره؟ يعني بيبقى عليها صعب قوي ان انا الاقي فكرة المشروع وانا هبتدي المشروع. بصي، لان اغلب الناس يعني بتحاول ان هي عايز تعمل مشروع، لان هي عايز تعمل مشروع بس. انا يعني عايز اعمل حاجة خاصة بيا، وانا قاعد مع حضرتك ما تيجي نعمل مشروع، الشغلانة دي مش بتاعتنا. صح. انا عليا بايه كل ده؟ ما نفتح مشروع. طيب نفتح مشروع ايه؟ هي بقى السؤال هنا. فاغلب الناس زي ما بقولك هي عايز تعمل مشروع، لان هي عايز تعمل مشروع بغض النظر عن ايه هو الاحتياج، او ايه الحاجه اللي انت بتحاول تضيفها للسوق او تضيفها للمجتمع. دي نقطه مهمه جدا. انا حتى دايما بقول مقوله كده لاغلب الطلبه عندي، يعني او الشباب المتدربين اللي بنقدم لهم استشارات وحاجه، يا الافتراضات لا تبني شركات. بمعنى يعني ايه؟ يعني ما ينفعش افترض ان انا لو انتجت القلم ده بالشكل المعين ده هيتباع وهكسب منه فلوس وبتاع. ايه اللي يثبت ان كلامك صح؟ بالظبط. فهي الفكره دلوقتي ان انت تختبر الاحتياج بتاع المجتمع. وده هنعدي بيه يعني على مدار الحلقه، ايه هي الخطوات اللي ممكن نكون بنتبعها علشان نختبر الفكره ونعرف اذا ليها احتياج في المجتمع او لا.